هنتعلم دلوقتي تحديد بعض الخدمات الأخرى غير الاستضافة والدومينات، وهي حاجة اسمها الاي دي بروتكشن. الاي دي بروتكشن دي بعض الناس بتحتاجها علشان تقدر تخفي هويتهم الحقيقية للي بيدور عليهم. يعني انت مثلا بيبقى عندك دومين، ففي بعض الناس لو خصوصا لو الموقع بتاعك ناجح، في بعض الناس بتحاول تعرف مين صاحب الدومين ده، تعرف الايميل اللي هو مسجل بيه، بحيث انها ممكن تخترق الايميل بتاعه وتحصل على الدومين ده. فالموضوع ده بيحميك عن الناس اللي بتتبعك وبتحاول ان هي تعرف بياناتك الحقيقية، لان كل دومين بيتسجل معاه بيانات صاحب الدومين والبيانات الحقيقية اللي هو مسجل بيها في شركة الاستضافة. ففي بعض الناس بتفضل ان هي تخفي هويتهم عن طريق الاي دي بروتكشن، ودي خدمة بتتقدم للدومينات، بتركب مع الدومينات تحديدا، وبتبقى سنوية ومش غالية قوي ولا حاجة، تقريبا بتبقى بسعر الدومين. هنضغط على اي دي بروتكشن، اي دي بروتكشن برايسز، في نفس الصفحة اللي فيها الدومينات او اسعار الدومينات، هنلاقي هنا الخدمات بتاعتنا بالسنة. لو سنة واحدة الهول برايس $9 بتمن الدومين تقريبا، وانت بتحط الرقم اللي انت عايزه. انا مثلا حاطط 12، يبقى الربح الصافي ليا $3، وسنتين وثلاثة واربعة لحد 10 سنين. طبعا كل ما العميل ياخد سنوات اكتر، كل ما يبقى سعر السنة عليه اقل شوية. تمام، ايه تاني غير الاي دي بروتكشن انت بتقدمه في شركة الاستضافة بتاعتك؟ بتقدم حاجة اسمها الـ SSL Certificate، وده التبويب اللي جنب الـ ID Protection. نفتحه. الـ SSL Certificate عموما هي خدمة بتركب برضه مع الدومين مع الويب سايت، بحيث ان هي بتشفر لك البيانات بتاعت الويب سايت بتاعك لما حد بيفتحه، ودي بتستخدم للناس اللي مواقعها بتقبل بالكريدت كارد تحديدا، لان علشان انت تقبل بالكريدت كارد لازم أن يكون موقعك مشفر عن طريق الاس اس ال. انت برضو بتبيع الخدمات دي. طبعا الخدمات دي الاي دي بروتكشن والاس اس ال سيرتيفيكيشن، الحاجات دي ما بيحتاجهاش كل الناس، لا بيحتاجها الناس المحترفه قوي والناس اللي هي مواقعها لها قيمه عاليه او بتقبل بالكريدت كارد، مواقعها حساسه شويه. والخدمه دي بتبقى غاليه، ما بتبقاش رخيصه، وبتتباع بالسنه طبعا. يعني السنه مثلا ب $200. انا مثلا عامل الخدمه دي عشان ما حدش كتير بيستخدمها، فانا مش عامل لنفسي ربح منها، ببيعها بنفس السعر بالظبط $200، وانا ما بكسبش منها اي حاجه. مفيش مشكله يعني لو قدمت خدمه ما كسبش منها، مش مشكله. طبعا سنه وسنتين وثلاثه واربعه، معاك لحد 5 سنين يقدر العميل ياخد الخدمه دي لمده 5 سنين مره واحده. طبعا انت لو انت عايز تحط لنفسك هامش ربح بتعلي عن ال $200، اهم حاجه ما تقلش عن ال 200 وما تزيدش عن ال $220 في السنه. وبكده يبقى اتعلمنا ازاي احدد اسعار الخدمات اللي انا بقدمها. بقدم خدمة استضافة المواقع باكتر من طريقة، سواء شيرد هوستنج او استضافة مميزة او في بي اس او سيرفرات، بقدم دومينات وكل انواع الدومينات اللي الناس تكون محتاجاها، بقدم كمان خدمات تانية للمحترفين بس زي الاي دي بروتكشن والاس اس ال سيرتيفيكيت. وبكده يبقى انتهينا من موضوع تحديد اسعار الخدمات. من الدرس الجاي إن شاء الله هندخل في موضوعات تانية مهمة برضه.